فرع المحطة، هاي طريق السد، 5/9/2013. دفن الشهداء بإذن الله: الشهيد نبيل، سعيد أبو نبوت، الشهيدة الطفلة أسيل أبو نبوت. يلا جيبوا لك يا شباب. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم لنا ان كان اجتماعنا بسببه ولاجله وعلى خاصة نيته. اللهم انقلهم من الوحود مرات الجود الى جناتك جنات الخلود. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيهم من جميع الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزد بحسناتهم، وان كانوا غير ذلك فاغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.